بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أما الفريسيون والناموسيون فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم ولم يعتمدوا من يوحنا. عجيب جدا إن احنا نلاقي ناس يرفضوا كلمة الحق، يرفضوا رسالة ربنا ليهم الواضحة جدا جدا. عجيب جدا إن يجي المسيح بنفسه بعد ما يوحنا كرز وشافوا فيه صورة جميلة لرجل الله ورفضوا، وجي المسيح وحاول يقنعهم بالتعليم بالآيات المبهرة. مش معقول، حالة مستعصية الناس دي، حالة مستعصية، حاجة عجيبة جدا. طب ليه الناس دي ما بتقبلش؟ ليه؟ مع ان دول المفروض ناس بتوع ربنا، يعني ناموسيين، يعني كتبة بيكتبوا الناموس، فريسيين اللي هم المفروزين المكرسين، المكرسين لله اللي بيعلموا الناس. ليه ما بيقبلوش كلمة الحق؟ ليه ما بيقبلوش مشورة الله؟ ليه ما بيقبلوش الرسالة الجميلة الخلاصية اللي ربنا بيقدمها لهم؟ ليه؟ ليه؟ أنا بفكر كده النهاردة يبقى محور كلامنا، لماذا يرفض البعض كلمة الحق؟ لماذا يرفض البعض كلمة الحق؟ على الأقل في ثلاث أسباب هنشوفهم في الجماعة دول وموجودين لحد النهاردة، ونشوف إزاي الحاجات دي ما تدخلش حياتنا علشان إحنا نقبل كلمة الحق ونقبل الرسالة بتاعت ربنا، ما نبقاش زي الجماعة دول. أول حاجة بتخلي الإنسان يرفض كلمة الحق الكبرياء. تاني حاجة إن الإنسان مش حر، العبودية للخطية بكافة أشكالها. الإنسان اللي مش حر مستعبد لحاجة، مش قادر يقبل النور، مش قادر يقبل كلمة الحق. تالت حاجة التحيز للأشخاص، مش للحق، لا ده تبع الحزب الفلاني، ده تبع الحزب الفلاني، التحيز للأشخاص. والحاجات دي كلها ممكن إنها تتسلل لينا، علشان كده لازم ننتبه ليها جدا. أول حاجة تخلي الإنسان يرفض كلمة الحق الكبرياء، ذاته. لك هو فلان هيعلمني ولا إيه؟ ده بتاع امبارح، ده أنا عندي خبرة قد كده، وبعينه ما يعرفش إن أنا مين، ده أنا منصبي كذا، ده أنا موقعي كذا، ده أنا ابن فلان، ده أنا أنا أنا. الكبرياء يحرم الإنسان من النور، مع إن الإنسان غلبان ومعرفته محدودة جدا ومحتاج يتعلم حاجات كتير، محتاج يفتح قلبه عشان يسمع صوت ربنا، محتاج يسمع كلمة ربنا. الكبرياء يخلي الإنسان لا يقبل كلمة الحق. يعني أنا كنت غلط؟ يعني أنا ماشي طول عمري غلط لما فلان جاي يقول لي الكلام ده؟ ممكن يا حبيبي، أيوة ممكن، ممكن يكون أنت ما تعلمتش مظبوط، ممكن يكون أنت في حاجة فايت عليك، معلش نقبل نقبل. الشاطر اللي يبقى قلبه متواضع، اللي قلبه متواضع يقبل كلمة الحق، ما يكبرش، لما يلاقي نفسه غلطان ما يكبرش ويعاند ويلف ويدور ويغير الموضوع، ولما يتزنق يغير الموضوع لأنه شايف نفسه غلطان. طب ما أنت شايف نفسك غلطان، صلح، اقبل. الشاطر اللي يقبل، الشاطر اللي يبقى قلبه متواضع، أما المتكبر بيرفض، يرفض كلمة الحق. تاني سبب خطير العبودية للخطية، تخلي الإنسان لا يقبل كلمة الحق. يعني لو واحد بيحب شهوات معينة خلاص مسيطر عليه، مش قادر يقبل كلمة الحق، مش قادر يقبل إن دي مدمرة لحياته،
إن دي هتهلكه. محبة أي نوع من الشهوات أو محبة المال، يعني في حالة الفريسيين دول بيكسبوا مكاسب كبيرة من الشغلانة بتاعتهم، فلما المسيح يقول لهم ما أمنتوش ليه بيوحنا؟ أيوة صحيح، ما أمناش بيه عشان ما نضيعش نفسنا، أكل عيشنا، والمسيح جاي يعلم في الهيكل بعكس التعاليم اللي احنا بنقولها، لا ده احنا نتخلص منه. تتخلص منه يعني تكسر الوصية، تقتل. ما فيش مانع، هنشوف له تهمة، برضو هنشوف له تهمة حسب الشريعة، حاجة كده يعني، هنشوف له تهمة ونتخلص منه، لأن ده ياخد الناس مننا، هيوقف لنا التجارة في الهيكل، هيوقف لنا التجارة في الهيكل. أيوة، طب ما صحيح، ما الهيكل مش بيت تجارة، طب ما ده مش مكان تجارة علشان تتاجروا فيه، جايبين ناس مأجرين لها علشان تبيع حمام وتبيع ذبائح، ايه ده؟ حولتوا بيت ربنا الى بيت تجارة؟ ما هو طبعا المسيح مش هيرضى بكده، لا، ما يشاركنا في اكل عيشنا بقى ولا يقفل علينا. محبة المال تخليهم لا يطاوعون كلمة الحق، ما عندهمش استعداد يسمعوا، عبيد لشهوة معينة، عبيد للخطية، عبيد للمال. محبة الكرامة، كرامتي، لا كرامتي ما تسمحش. انت عايزني اقول برضو كده؟ ايوه، ما تقول، ما دي الحقيقة، مش ده الصدق؟ لا، وبعدين يقولوا عليا كذا، وبعدين يقولوا على الأسرة بتاعتنا كذا، ولا على الشركة بتاعتنا كذا، ولا على الكنيسة بتاعتنا كذا. يا هتكذب يعني؟ هتصرف. العبد للشهوات ولا الحب، لحب المال ولا الحب الكرامة، ده بيخلي الإنسان مش متقبل كلمة الحق، مش متقبل إنه يشوف المسيح جاي يقول له، ويوحنا جاي يقول له اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ولازم نبقى صادقين مع نفسنا ونعترف بخطايانا، عشان كده لازم نتحرر من العبودية دي. والتحرر ده يبتدي دايما بالصدق مع النفس، بالصدق مع النفس. النهاردة قديس بولس الرسول بيقول ايه؟ بيقول انا اول واحد ربنا اظهر فيا رحمته، انا كنت وحش، كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت إذ بجهل فعلت. والرب أظهر فيا أنا أولا رحمته وطول أناته. صدق مع النفس، اللف والدوران، وإن أنا برر نفسي هيخليني أفضل عبد للخطية ورافض لكلمة الحق. لكن الصدق مع النفس ده مهم جدا. قديس يعقوب في رسالته النهاردة في الكاثوليكون يقول إيه؟ يقول لما تقروا الإنجيل بتبقوا زي اللي واقف قدام المراية، يحاسب نفسه ويكشف نفسه صح، ما يبقاش سامع وناسي، لا، يبقى سامع وعامل، وإلا يبقى بيخدع نفسه، بيخدع نفسه. اللي مش بيقبل كلمة الحق بيخدع نفسه، اللي مش بيقبل انه يدين نفسه ويكشف نفسه قدام ربنا يبقى بيخدع نفسه. فاحنا محتاجين البداية صدق مع النفس، ده أول خطوة، ونبقى سامعين عاملين، مش سامعين ناسيين خادعين نفسنا. فاللي ما بيقبلوش كلمة الحق بيكون بسبب نمرة واحد الكبرياء، نمرة اتنين العبودية، العبودية للخطيئة، عبودية، مش متقبلين كلمة الحق، مش متقبلين، لأن في حاجة مستعبداهم بيحبوها مش عايزين يسيبوها. تالت حاجة خطيرة جدا، التحيز للأشخاص. المسيح علمنا إن احنا نركز على ربنا، من لا نتحزب، احنا كلنا أعضاء بعضنا لبعض في جسد واحد، في جسد المسيح اللي صلب لأجلنا.
فيش حد فينا يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا. فاكرين أهل كورنثوس لما عملوا كده وتحزبوا وبقوا شيع شيع وفرق فرق، بولس الرسول وبخهم قال لهم إيه؟ قال لهم إيه اللي أنتوا عاملينه ده؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ إزاي واحد يقول أنا لبولس وأنا لأبولس؟ إحنا كلنا للمسيح. بولس غرس وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي، والغارس والساقي هما واحد، إحنا واحد، كلنا أعضاء في جسد المسيح، إحنا عيلة واحدة. نتحزب، التحزب للأشخاص يخلي الإنسان يرفض كلمة الحق، يقول لك يعني فلان كان غلط؟ ويتكبر بقى ويقول لك أنا تبع فلان، أنا من أبناء فلان. اليهود كانوا كده، لك نحن أبناء إبراهيم. السيد المسيح قال لهم مش شكلكم يعني ولاد إبراهيم؟ لو كنتم أبناء إبراهيم كنتم تعملون أعمال إبراهيم. لا تفتكروا أن تقولوا لنا إبراهيم أبا، أنتم بتعملوا أعمال إبليس، عايزين تقتلوا وبتكرهوا، بتعملوا أعمال إبليس. التحيز للأشخاص ده خطير جدا، إحنا نتحيز للحق. التحيز للأشخاص يعمل تحزب، وبعدين يعمل كراهية، وبعدين يعمل صراعات، يقول لك ده فلان تبع فلان، لا أنا تبع فلان، كبرياء كده. والتحيز للأشخاص ده خطير جدا. عارفين كلنا طبعا فاكرين القصة بتاعت المولود أعمى، جابوه الفريسيين يحكموه، بدل ما تباركوله ان هو بيشوف وتفرحوا معاه، جايبينه عشان يحكموه. قول عيد. فقال لهم قلت لكم مره واثنين وثلاثه، قلت لكم. طيب بعدين في الاخر قال لهم ان في هذا عجبا، عمالين يقولوا له ده خاطي، مصممين. شوفوا العيون المظلمة عن الحق. ده راجل مولود أعمى بيشحت، الناس كلها حفظاه، وقاعد على باب الهيكل ما ينفعش يدخل جوه. اللي كانوا عندهم عاهات كانوا يمنعوهم، يعتبروهم خطاة، يمنعوهم يدخلوا الهيكل، فكانوا يقعدوا على الباب من بره يشحتوا. فده الناس حفظاه، قاعد على باب من أبواب الهيكل، كان له كذا باب، في باب كده اسمه الجميل، وكان يقعد من بره يشحت، فحافظين. فالناس طبعا كلها شايفاه مفتح بقى، لدرجة ان هو ده مش معقول، هو ده. فقال لهم ان في هذا عجب، لم يسمع منذ الدهر ان احدا فتح عيني مولود اعمى. انتوا بتقولوا عليه خاطي ازاي؟ فرحوا بصين له كده من فوق لتحت وقالوا له في الخطايا ولدت انت بجملتك وأنت تعلمنا، نحن تلاميذ موسى، أما أنت فتلميذ زكا. تلاميذ موسى، التحيز للأشخاص. حتى السيد المسيح مرة قالها لهم، قال لهم أنتوا لو كنتوا بتفهموا كلام موسى كنتوا أمنتوا بي، لأن موسى كتب عني. لكن أنتوا للأسف بتتحيزوا للأشخاص من أجل العصبية، من أجل يعني ان انا افتخر بكبرياء ان انا تبع فلان وانا تبع فلان. ولاد ربنا ما عندهمش الروح دي ابدا ابدا. احنا تبع مين؟ تبع المسيح. وكل الناس اللي بيعلمونا بنتعلم منهم ونفرح، ومحتاجين ناخد هذا اللبن العقلي غير الغاش، سواء اللي بيقدموا لي فلان او فلان او فلان. انا بتبع الحق، باخد كل ما هو حق. طب وممكن ألاقي حق في حتة تانية ممكن بره الكنيسة؟ أيوة ممكن، الروح القدس شغال في كل مكان، ممكن في بعض الآداب، ممكن في بعض الناس اللي بيقولوا كلمة الحق. أيوة، وتعلم في الأدب وفي الفنون وفي كل مكان ممكن يتقال فيه كلمة الحق. أنا أحب أتعلم الصدق
الصدق والحقيقة بتتعرض علي يمكن في كتاب علمي أو في كتاب أدبي، تعلم طبعا بالأكثر كلمة ربنا، كلامك هو حق. فأولاد ربنا ما يتحيزوش للأشخاص علشان لا يدخلوا في صراعات ولا يدخلوا في افتخار باطل ولا يدخلوا في أحقاد ولا مشاحنات، ما بيتحيزوا بس للحق، وبيحبوا الناس كلها وبيلتقطوا كلمة الحق من كل حتة بكل صدق وبكل أمانة دون اعتبار آخر، مش عشان فلان ده كبير ولا فلان ده في منصب كبير يبقى هو اللي قال كده يبقى صح، لا طبعا، ممكن يكون واحد في منصب كبير وبعيد عننا بيكذب أو بيتجمل أو بيقول حاجة علشان وراها مغزى معين، لكن أنا بحس كده لا دي مش الحقيقة، لا دي مش الحقيقة، خلاص بخاطره. أنا مش بمشي ورا أشخاص، أنا باخد كلمة ربنا والروح القدس جوايا يرشدكم إلى جميع الحق، هيقولك الكلام ده هو الحق، لا الكلام ده مش مظبوط، الروح القدس يرشدكم إلى جميع الحق، هو يأخذ مما لي ويخبركم. يبقى ثلاث حاجات ممكن يمنعوا الإنسان إن هو يقبل كلمة الحق: الكبرياء، العبودية للخطية، والتحيز للأشخاص. لكن لو جينا نجمعهم كده مع بعض هنلاقي إن كلمة السر هي الحرية. الإنسان الحر يقبل كلمة الحق، الإنسان العبد لكبرياء ذاته أو لشهواته أو للارتباط بأشخاص معينين وأحزاب معينة، ده تلاقيه عيني مش عارف يقبل كلمة الحق لأنه عبد. عبد كلمة السر هي الحرية. اللي ما يعيش في الحرية اللي حررنا بها المسيح، الحرية دي بتخلينا نتبع الحق بصرف النظر عن أي ظروف أي أشخاص. الحرية اللي حررنا بها المسيح هي اللي تخلينا نقبل. اللي مش عايش في حرية مجد أولاد الله ممكن يبقى من الصعب عليه يقبل كلمة الحق. الحرية مرتبطة بصلب الأهواء والشهوات، لأن الإنسان أحيانا لو ساب الأهواء والشهوات تقوده يقع في العبودية. فالحرية مرتبطة بالصليب، بصلب الأهواء والشهوات، صلب الكبرياء، صلب الانحياز للأشخاص مهما كانوا الأشخاص دول يمكن قرايبي، لا بس أنا مش هنحاز غير للحق. كلمة السر هي الحرية، وعندما نحيا في حرية مجد أولاد الله هنقبل كلمة الحق باستمرار ونستنير بيها نور الحق ونفرح بيه. بعيد عننا لما بيقبلوش كلمة الحق دول لأن النور بيضايقهم، لأنهم عايشين في الظلمة زي ما قال السيد المسيح في يوحنا 3، يبغضوا النور. في حد بيبغض النور؟ أيوة، إلا عينه مريضة. اللي بيحب الظلمة بيخاف من النور لأنه بيكشفه وبيرفض النور. أما اللي بيعيشوا في حرية مجد أولاد الله، في نور أولاد الله، في نور الكلمة، في نور الحق، يفرحوا بالكلمة ويقبلوها وما يحيدوش عنها أبدا. أما الناس بتوع النهاردة دول الفريسيين والناموسيين، المسيح عمل معهم كل حاجة لدرجة أنه قال لهم المثل: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تبكوا. لا، ومش بس يعني يرفضوا كلمة الحق، لا يقاوموها، يقاوموها بكلام كذب، بكلام كذب. قال إيه؟ يوحنا القديس ده يبقى به شيطان، علشان ناسك يبقى به شيطان. إيه ده؟ والمسيح اللي هو عمره ما كان يهتم بأكل ولا شرب، لكن علشان كان بيتباسط مع الناس ويقعد معاهم وممكن يأكل معاهم، يقول لك ده أكل وشرب خمر، ويطلعوا عنه إشاعات كاذبة ويحاولوا يشوهوا صورة أعظم ناس عايشين معاهم يوحنا المعمدان وشخص ربنا يسوع المسيح نفسه، يشوهوا صورتهم قدام الناس. ما تمشوش ورا الناس دي، ده فلان به شيطان وفلان ده أكل وشرب خمر.
عشان يشوهوا، لكن كل كلامهم ده انهار انهار، لأن اللي دايما ماشي وراء أهواءه وشهواته وكبرياءه وانحيازه للأشخاص دول بينهاروا في الآخر. وتفضل كلمة الحق عظيمة منورة، واللي يرتبط بيها يثبت في الحق، وما يبقاش زي إبليس اللي هو لم يثبت في الحق، لا يثبت في الحق ويحيا إلى الأبد. ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.